معسكر اللي جاي للمنتخب الأول هيكون معسكر طبعا مهم جدا قبل أول مباراة في التصفيات، مباراة الكونغو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا. طبعا لازم نعرف من الكابتن أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني الآخر الاستعدادات والأزمات اللي بتواجه الجهاز الفني قبل بداية المعسكر. كابتن أسامة برحب بيك مرة تانية. أهلا بيك يا كابتن إسلام وتحياتي ليك، وسعيد أن أنا موجود معاك وسعيد أن أنا حضرت الحقيقة تكريم محمد إيهاب. يعني والله أنا كنت حريص أن حضرتك تحضر، يعني لأن يعني فال كويس كده. بطل بطل يعني. طبعا بطل، وشرفنا وشرف مصر كلها وشرف العرب كمان بالميدالية اللي هو حققها. والحقيقة زي ما هو لك إخلاصه في النية والعمل اللي هو اشتغله والجهد اللي هو بذله الحقيقة يعني شرفنا. الصعوبات اللي واجهها وهو طبعاً. حتى من نفسه قال كمان كأس العالم والميدالية الأولمبية، فإن شاء الله يبقى فال كويس يا رب إن شاء الله. كابتن أسامة، يعني المعسكر اللي جاي معسكر يختلف عن بقية المعسكرات اللي فاتت في الاستعدادات، في التفكير حتى بالنسبة للجهاز الفني، لأن ده هيسبق المعسكر الخاص بماتش الكونغو. بص، احنا الحمد لله الحمد لله يعني ربنا كرمنا آخر كرم بعد تأهلنا للجابون الجولة الأخيرة، جولة اللي هي انسحب فيها تشاد. دي كانت فترة مهمة جدا بعد انسحاب تشاد. الأجندة الدولية اللي هي بتبدأ يوم 29/8 حتى يوم 7/9 اتحت لنا فرصة ان احنا نعمل فيها مباراتين مع غينيا وجنوب أفريقيا، ودي فرصة طيبة جدا ان احنا نراجع لعبتنا. بقى لنا فترة كبيرة من شهر 6 ما شفناش لعبتنا من بعد مباراة تنزانيا، فالمباراتين دول مهمين جدا. عندنا نية بإذن الله نعمل مباراتين على أعلى مستوى، لأن دي زي ما احنا بنقول البروفة الأخيرة قبل مباراة الكونغو اللي هتبقى في شهر 10. وبالتالي مجموعة اللعيبة القوام بتاعنا الأساسي اللي شغالين عليه خلال الفترة اللي فاتت هو نفس المجموعة اللي احنا منضمة معانا، يمكن عنصر ولا عنصرين دخلوا على المجموعة اللي احنا شغالين بيها بقى لنا فترة كبيرة. وبالتالي فرصة طيبة ان احنا نديهم فرصة معانا من خلال مباراتين وديتين، والحمد لله ان هم مباراتين وديتين، لان في اخر شهر 9 ان شاء الله هيكون عندنا باذن الله تجمع تاني اللي هو هيسبق المباراه الرسميه اللي هي اول مباراه لينا الكونغو في الكونغو باذن الله ان شاء الله. حسام باولو، سام مرسي، احمد المحمدي، دول ابرز الوجوه الجديده اللي هتكون موجوده في المعسكر اللي جاي. اسلام جمال واسلام جمال طبعا بعد يعني اصابه رامي ربيع. احنا ما بنعتبرش مثلا احنا ما بنعتبرش ان المحمدي وجه جديد طالما شارك معاك قبل كده، بس مع الجهاز. لا، ما هو محمد كان انضم معانا قبل كده، بقى له فتره، بقى له حوالي سنه ونص. لا احنا كل شغلنا سنه ونص. هو بقى له فتره كبيره، هو معسكر واحد من اول مباراه تنزانيا هو كان موجود معانا فيها، وكان محلفوش الحظ ان هو يشارك فيها لانه كان مصاب وابتعد عننا فتره كبيره نظرا لمشاركته في مكان غير المكان اللي احنا كنا في احتياجه. بس ما كانش فيه خلافات مع حد في الجهاز الفني خالص. لا لا خالص، لا خالص، وان ده سبب ان هو ما يكونش موجود. لا لا خالص خالص، احنا هو كان بيلعب يمكن الفتره اللي احنا ضمناه فيها الفتره دي طريقه اللعب اتغيرت في هال سيتي، بيلعب دلوقتي في الاربعه في خط الظهر. الفتره اللي فاتت او السنه اللي فاتت كلها كان بيلعب في الاربعه اللي في خط النص، فالوضع مختلف شويه. يعني هال سيتي كان بيلعب بطريقه 3-4-3 السنه اللي فاتت، السنه دي لا بيلعب 4-2-3-1. فالمحمدي بيلعب في المجموعه اللي هي بتاعت خط الظهر، عشان كده متالق بقاله مبارتين. هو الحقيقه كان متالق كمان في الفتره اللي فاتت بشكل كبير، لكن احنا احتياجنا لطريقه اللعب في الفتره اللي هو كان مشارك فيها مع هال سيتي ما كانتش تناسب احتياجاتنا دلوقتي. لا دلوقتي طبعا هو موجود معانا، ومش بقول تاني، بقول لك اللي دخل معانا وخرج واللي احنا شفناه وشافنا ما بيعتبرش بالنسبه لنا جديد. الجديد سام مرسي واسلام جمال، وطبعا حسام باولو هداف الدوري، وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي جدا. لما اتيحت لنا الفرصه ان احنا نديله فرصه طبعا هياخدها، وده كان وضع طبيعي وحقه يعني. كهربا، نعم، شريف اكرامي، حسام غالي، وانت تلت ساعه اللي انت جايبني. بص، الثلاثه من القوام الاساسي واشتغلوا معانا فترات كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، لكن احنا في الاول وفي الاخر الموضوع بيبقى وجهه نظر فني يعني للراجل ومستر كوبر والجهاز الفني اللي معاه. كهربا اتقال علشان اعترض في اثناء استبداله في المباراه، كانت مباراه ايه؟ مباراه ليبيا. ليبيا
لكن بص، احنا في الاخر وفي الاول سيبك من الاحداث اللي بتحصل، لان في كل فرقه بيحصل احداث كتيره وحاجات كتيره بتحصل، لكن انا في الاخر وفي الاول انا بطلع بقول ان انا من وجهه نظري الفنيه انا مش محتاج. شريف اكرامي، شريف اكرامي بقاله فتره ما بيشاركش مع النادي الاهلي، لكن هو من قوام الاساسي. ايوه بس هو حارس اساسي، يعني انت النهارده لما لا قدر الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يجيبش اي اصابات لاحمد الشناوي باذن الله، يعني الحارس الثاني اللي هو عنده خبرات أنا بص هو شريف اكرام اللي عنده خبرات دوليه. والحضري انتوا معتمدين على الحضري. ما الحضري موجود، ما انت لما تيجي تبص للقائمه بتاعتنا الفتره اللي فاتت هتلاقي ان احنا اشتغلنا على خمس ست اسماء في حراسه المرمى بالذات، يعني شريف، شناوي، الحضري، علي لطفي، المهدي سليمان. لما تيجي تدور على الفتره دي اللي احنا المعسكر دوت كلهم مفيش حد، ما عندناش حد، كلهم زي بعض بالنسبه لنا احنا، كلهم زي بعض. شريف، شناوي، الحضري، علي، محمد الشناوي، بتروجيت دخل معانا، المهدي سليمان. شوف احنا كلنا بندور في الفلك دوت، وبالتالي لكن في الاول وفي الاخر بتبقى وجهه نظر فنيه. شريف الفتره اللي فاتت ابتعد شويه عن المشاركه، ابتعد كمان حتى عن مالهاش علاقه باي خلافات شخصيه. احنا بص اسلام، تاني وتالت وعاشر ومليون، مصلحتي في اسلام اجيبه يلعب هجيبه يلعب، بغض النظر عن اللي بيني وما بين اسلام، ما فيش حاجه بيننا اصلا وبين اللعيبه خالص، ما عنديش اي خلاف وما عندناش اي خلاف ما بيننا وبين، ربما كلام تسمعه كلام يتقال، لكن في الاول وفي الاخر انا حتى لو حسام غالي، حتى لو حسام غالي ده انا قايل الكلام ده من تاني يوم المشكله، يعني ما اللي الناس افتعلتها مشكله. احنا في الاخر لو انا عندي مصلحه في وجود اللاعب وهينفذ لي الشغل اللي انا عايزه فيه هجيبه، ما عنديش مشكله خالص بمنتهى الوضوح. ودليل على كده هتلاقي في ناس خرجت ودخلت وناس خرجت ودخلت، مين مثلا هنقول، كله بيبقى بالنسبه لنا احنا اسباب فنيه، والله غير كده ما بنبصش للاعتبارات. مش اسباب تربويه، لا بص بيحصل ده لكن الناس ما تاخدكش في الاتجاه ده. في الاخر انت محتاج اللاعب فنيا ولا مش محتاجه فنيا؟ انا في الاخر بقى عندي 1 2 3 4 5، طب محتاجه دلوقتي فنيا؟ لا مش محتاجه فنيا، خلاص الخمسه يجي ويشتغلوا او الاربعه يجي يشتغلوا او الثلاثه يجي يشتغلوا، لما تحتاج ليه فنيا ابعت هنا مفيش مشكله. ازمه باسم مرسي وسعد سمير كلها ازمات ولا ايه؟ تلت ساعه ازمات ولا ايه؟ مفيش حاجه مش هنتكلم اولا مش تلت ساعه يعني. طيب ربع ساعه؟ لا 25 دقيقه. لكن خليني اقول لحضرتك ان ازمه هو انا عايز اقول لك على حاجه بس باسم مرسي ماشي. وسعد سمير ودم سعد في رقبه مين والكلام دوت. هو انت ليه انا دايما بيتصدر المشهد على طول للمنتخب؟ يعني مثلا يعني ليه دايما اي معسكر منتخب او اي مباراه بيتصدر مشهد الحل او الحلول او الحاله اللي المصلح عند الجهاز الفني المنتخب؟ ليه عشان المنتخب اللي بيجمع اللعيبه، لان ده اقرب تجمع. عشان كده انت مثلا ايه، عشان كده انا ما بقى يعني الحاجات دي احنا بنبص لها بعين تانية خالص. انا لما لعيب بيجي عندي حالته معاهم ايه، الدنيا عامله ايه، زي الفل، روعه جميله، وهتلاقي في اقرب فرصه سيلفي مضروب 2 3 من ضمنهم سعد. بس يعني السيلفيهات دي بتبقى باوامر عليا يعني. مين الاوامر العليا؟ ليه؟ كوبر، يعني انا مهندس انا مريده. لا والله اقعد ياض انت وهو ولازم السيلفي يتاخد. والله هي بتبقى فعلا حالات اللعيب بيعيشها بتلقائيه بمنتهى الموضوعيه، مش فيهاش اي اوامر ولا فيها، هي حاله وهتفضل الكوره يا اسلام لابد الابدين فيها شد وجذب، فيها الواحد بيزعل واحد بيتقمص. بس مش معنى كده ان احنا كل مباراه هنقعد بقى نتصيد لبعضينا الاخطاء. عشان كده بقول لك مفيش حاجه من دي خالص، وان شاء الله هتلاقي الفتره اللي جايه باذن الله زي الفل ان شاء الله. طيب مسألة التمرد ديت مش هتبقى في ازمه؟ التمرد لاعبي الاهلي، لاعبي الزمالك، مش هتبقى أزمة موجودة ولا أزمة ولا حاجة؟ وبدليل كده اللعيبة بتأدي، بتتعب، بتشقى، الحمد لله مأديها فترة على أحسن ما يكون معانا خلال الفترة اللي فاتت، وده واضح في النتائج خلال المرحلة القصيرة للسنة ونص اللي احنا اشتغلناها الفترة اللي فاتت، تأهلنا للجابون وده ينم. بص الحالة اللي بيمر بيها لعيبة الأهلي والزمالك دي حالة بالنسبة لنا
مربحه بكل المقاييس. اللي هي ليه؟ النهارده الاهلي بيكسب الدوري، الزمالك بيكسب الكاس، في المنافسه الحلوه اللي انت دايما بتتمناها. بالظبط كده. السنه اللي فاتت الزمالك بياخد دوري وكاس، السنه دي الاهلي بيرجع بياخد الدوري، الزمالك بياخد الكاس، لسه في مباراه سوبر، لسه في افريقيا، لسه في حاجات حلوه كتير انت لازم تستغلها في الجانب الايجابي. هتخلص؟ كابتن اسامه بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وبعتذر للكابتن اسامه نبيه بسبب الوقت وبسبب ان في برنامج ورانا، فانا اسف جدا بجد ان مش هاجي تاني. بشكر كابتن اسامه نبيه وبعتذر له مره تانيه، وتصبح على خير.